طبعا يا جماعة قبل كل شيء نقول لكم كل عام وانتم بخير. الفلوق هذا يمكن راح ينزل بعد العيد او في العيد. ايش تقول لهم ابو ماجد؟ صح. ايش تقول لهم؟ كل عام وانتم بخير. كل عام بخير. عيد اضحى مبارك. عيد عليكم مبارك. ايوه. وكل سنة وانتم طيبين. انا اللي امليك يعني. كل سنة وانتم طيبين. اليوم طبعا رحلتنا راح تكون الى همسيكوي. قبل الرحلة راح نروح ايش نتغدى في مطعم بروست ممتاز جدا. بنروح نجرب عندهم البروست ونعطيكم اسعارهم قيمنا لها ولجودتها. بس في ملاحظة ترى. البروست يطول شوي يعني لازم انت تعمل حسابك ربع ساعة 10 دقائق على ما يوصل الطلب يعني أكثر. يعني انت اتصلت عليهم قبل ما نروح؟ انا اتصلت عليهم قبل ما نروح وطلبنا. راح نشوف الطلب كيف. مطعم ممتاز جدا مجرب. خليكم معنا. طبعا هذا الشارع اللي هو شارع حي الجامع معروف بالكافيهات والمطاعم. هذا بروستو تشيكن. هذا يا جماعة المطعم بروستو. بروستو ايش اسمه المطعم؟ بروستو تشيكن. بروستو تشيكن هذا اسم المطعم. هذا المدخل راح نطلع نشوفه. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا رجل التغطيات ابو ماجد. حمزه كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك؟ بارك فيك. هذا المطعم ما شاء الله يا جماعه مطعم مميز. جربوه شوفوا الجلسه على الاطلاله كيف. هذا ابو ماجد صوب. هذه الجلسه على البحر. ديكور مميز ما شاء الله. اهم شيء عندهم الاكل. خلاص كده العيش. في عيش؟ العيش فيه اللي هو زي الصاروليه. اعطينا بالله مو مشكله. يا ايمن ما بتشيل حقي ولا ايش؟ جيب الصامول. طيب هيا احط الصامول. ثوم سعودي ترى والله. والله؟ والله. فين الثوم؟ اطلب ثوم. اطلب ثوم. كل واحد يجيب حقه. طبعا سعر الوجبه هذه اللي اخذناها مكس مين. شوفوا 17 ليره. شكرا. الحمد لله خلصنا اكل. الان راح ننتقل الى منطقه همسيكوي. خليكم معانا تتعرفوا على همسيكوي. قريه همسيكوي ايش ليش سميت قريه همسيكوي؟ والله ليش سميت ما ادري. اللي اعرفه عندهم حلس ثلج. حلس ثلج. لا بس انا عندي معلومه ترى. اعطيني. ما ادري يقال همسيكوي ترجع همسي يعني ترجع خمسه. نعم. كوي يعني بالتركي قريه. صحيح. يعني خمس قرى. خمس قرى. اي انا توقعت. خمس قرى تم يقول لك جمعوا في قريه واحده تم تسميتها همسيكوي. همسيكوي. نعم. ايش تشتهر يا ايمن بالله؟ تشتهر بالسوتلاج. حلس سوتلاج. ايش هو السوتلاج؟ معلي اظن يسموه. معلي. مهلبيه. مهلبيه نعم. رز وحليب وسكر. بس طبعا الميزه في الموقع في همسيكوي انه الحليب فيها طازج. حليب بقري طازج من عندهم. دحين نطلع نشوفه هناك ان شاء الله. وصلنا الان يا جماعه لقريه همسيكوي زي ما انتم شايفين. هذا مدخل القريه. راح نطلع نشوف جمال الطبيعه فيها ان شاء الله. طبعا قريه همسيكوي تبعد عن وسط مدينه طرابزون حدود 70 كيلو متر تقريبا. فايكابي السلام عليكم. En güzel sütlaç nerede yer Zab? Cami var benim köyümün camisi. Evet. Onun hemen karşısında. طبعا صديقي اللي اتصلت عليه قبل شويه ارسل لي مكان غير معروف عند الجامع يقول. بس احنا بنطلع فوق عند الاطلاله نروح مكان افضل نجد عند على الاطلاله ونصور لكم من هنا. المنطقة هذه هي اللي تشتهر بالسوتلاج. طبعا زادت عدد المطاعم في الفترة الأخيرة لكن بنروح عند المعلم اللي هو هاجي عثمان وفي أورستا. كم درجة حرارة يا شيخ؟ والله بالجوال مكتوب 30 بس أظن غلطانين. غلطانين والله. أقل شيء الآن 15 16. هذه المطاعم يا جماعة اللي شايفينها خلفي هذه اللي تقدم السوتلاج على الإطلالة الجميلة اللي بحط لكم إياها الآن. متوجهين الان للمكان اللي شايفينه خلفي هناك عشان نجرب السوتلاج. هذا ابو ماجد بيسحب علينا. يا شيخ وقف خلينا نركب. المشي افضل. خلاص خليه يمشي ما هو مشكله. افضل جلسه تحصلوها عند نيازي أستا. ايش رايك يا ايمن؟ الصوت مخرب الجو والله. ما عليك بالصوت. خلينا في هذه الجلسات. شوفوا اربع ادوار تقريبا كلها جلسات نطلع نجلس واحده منها ونجرب السوتلاج. زي ما انتم شايفين يا جماعه هذا السوتلاج اللي يقدم ويحط فوقه بندق طبعا. وعندهم الطريقه هذه اللي يبغى ياخذها معاه لبيته او لاي مكان يقدمون الطريقه هذه. هذا الطلب جاهز لين رحت وجيت ما شاء الله.
مكان ايمن بردان ايوه شوف هذا ابو ماجد شاي مش انا شاي ايوه لابس الجاكيت واحنا مساكين طيبه طيبه حيل الله يسلمك ابو ماجد كيف والله يبي الهواء والله فاري هني بال وين يطلعونه والله فوق نطلع فوق ال والله ما ادري والله ما ادري كم ايجارهم اتوقع قال لي 80 ليره الساعه هي ساعه تكفي تكفي مره والله 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 تبيعوا شاي ولمه دون اشتي جنرز زما تمام دون اشتي جنرز لا قدر شاي لا بير مي 2.5 ليرة بي تانا سما ايوه تمام 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 دون اشتي جنرز ما شاي ليرة تمام تمام غرغروس باي 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 جينا هنا الآن نأخذ ستلايت سفري من عند الخالات قالوا هنا في كم خالة هنا هذه راح تجيب لنا كيس ما أدري إيش راح تجيب يا ولد انتبه يا ولد شوفوا جلسة الشاي الحلوة تحت الأشجار هذه هذا ما أدري تفاح أنا ما أدري إيش هو شوفوا أحلى جلسات هنا حتى أعتقد هنا ما أدري إيش عنده بسم الله أوه شغل والله Hazır mı abla? Evet. Tamam. Görecek mi onu? Görelim, görelim. Tamam. Çekiyoruz onu, atacağız onları diyeceğiz bakın. İyi maşallah. Tamam, güzel. Teşekkür ama ediyoruz. Çok güzel maşallah. Yiyeyim, fındık. Fındık var mı fındık size? Var. Ama fındık yok. Yok mu? Değil. Tamam. Azıcık var orada, vuralım mı size? Hiç yok, azıcık. Çok azdır. Az bir şey atın da. Tamam, nereden alacağız? Neyse, alalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler teyze. Bunları güzel arabanın arkasına koyun. Onu yanımıza alacağız. كذا يا جماعة خلصت رحلتنا في قرية همسيكوي على كذا خلصت تغطياتنا لليوم ومشكورين يا جماعة ما قصرتوا رحلة حلوة تعبنا صراحة نروح نكمل تصوير في الملعب ولا بس يكفي الملعب بإذن الله كم التحدي معايا اليوم كم التحدي إن شاء الله على وافل على وافل على ممتاز يلا وافل وافل طبعا يا جماعة هذا ملعبنا نلعب فيه 8-8 هذا الشباب متحمسين ايمن هلا والله التحدي تحدي يا ابوي تحدي على طول وافل وافل ما يحتاج وافل طيب نصور نتيجه المباراه الحين نشوف يلا عمران هلا يقولوا في تحدي على وافل اليوم هلالي والله يجي منك هلالي ليله اربعه الشباب ضبطهم اليوم في تحدي على وافل ها مره ايوه ايمن يقول يتحدى على وافل الله يعطيك العافيه مره